المشاهدين على أعصابهم، نحن على أعصابنا، وما في لزوم خبركم كيف حالة نسيم ورفايال بهاللحظات. دقات قلبهم مسموعة لهون، أما مشاعرهم فأكيد متضاربة، لأنهم أصحاب كتير وبيتمنوا النجاح أكيد لبعضهم، لكن كمان بيتمنوا النجاح لحالهم. رفايال ما رح يكون زعلان إذا نسيم بقي، والعكس كمان، لكن كل واحد منهم بيتمنى إنه يتابع رحلة ستار أكاديمي بالمحطات الأخيرة. وقبل أيام من انتهاء البرنامج، وقبل أسابيع قليلة من الفوز باللقب، مين من بين نسيم ورفايال رح ينتقل لمرحلة النصف نهائيات؟ بعد شوي رح نعرف. نسيم ورفايال تركوا على هالمسرح ذكريات حلوة كتير، والكل بيشهد على هالشي، وهيدا أكبر ربح لإلهم. لبنان عم بيحمس، وتونس شفناها عاملة حملات دعم كبيرة. أكيد في جمهور كبير صوت لرفايال، وأكيد كمان إنه جمهور كتير كبير صوت لنسيم. يعني النتيجة مش مضمونة. أنتم مشاهدينا ببيوتكم قررتوا وصوتوا وساعدتوا واحد منهم. يلي بيقدر لكم ياه إنه نسيم ورفايال اثنيناتكم بهاللحظة ربحانين لو شو ما صار. أنتم كسبتوا محبة الناس ومحبة كل فريق العمل والأساتذة. كرمال هيك وصولكم لهالمرحلة من البرنامج هو ربح بحد ذاته. أنتم صرتوا ضيوف بكل بيت عربي ودخلتوا على قلوب الكل. على كل حال الجمهور قال كلمته الليلة، والنتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. مستعدين للنتيجة؟ إذا نحن بانتظار النتيجة على الشاشة. Good luck للشباب. حظ موفق لنسيم ولرفايال. مين رح نودع الليلة؟ ومين رح يكمل المغامرة والتحدي؟ رح نشوف النتيجة إذا أنا على الشاشة. النتيجة صارت على الشاشة ونحن ناطرين تنشوف مين رح نودع الليلة. مع هالنتيجة مشاهدينا بنودع رفايال من لبنان، ونسيم من تونس بيرجع بيكمل المشوار. مبروك إذا لنسيم، وهيك بنودع رفايال ومتمنى له حظ موفق. مشاهدينا عم نقرب اكثر واكثر من اللقب، تابعوا دعم الطالب يلي برايكم بيستاهل يفوز بلقب ستار اكاديمي وبجائزه ال 100,000 دولار تأتي من تويوتا ايجيبت. انا بلاقيكم بكره بيوميات ستار اكاديمي، تصبحوا على خير.